السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد اللي دي اول حلقه فيه اللي ضيفنا فيه النهارده مستر ماهر الجامد قوي. اهلا والله. ومستر محمود الجامد قوي. يس. والنهارده فيلم جامد قوي. فيلم جامد قوي 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 قوي. النهارده يا جماعه معانا خبر وهو ان الفيسا وهو الاتحاد الدولي للسينما غير الفيفا بتاع الكوره ادانا مهمة قوي نعملها النهاردة وهي ان احنا نكسب اوسكار شرفي لواحد من الافلام اللي ترشحت للاوسكار في 16 سنة اللي فاتوا وما كسبتش. دور المجموعات اللي ما حضرتهوش حضراتكم لانه اتلعب خلف الابواب المغلقة نتج عنه اختيار فيلم عن كل سنة من السنين اللي فاتت اترشح للاوسكار ولكن ما كسبش. وطبعا الاختيار عملية كانت صعبة جدا. ان شاء الله ممكن في المستقبل نبقى نطرحها كمادة ارشيفية. المهم ان احنا دلوقتي معانا الستاشر دول وحيدخلوا دلوقتي مباراة صعبة جدا ضد بعض بالنظام اللي انتوا عارفينه بتاع التورنمنتس او البطولات. 16 فريق هيلعبوا دور 16 دور 8 قبل نهائي وحيكسب فيلم واحد. وطريقة الفوز بتاعت الموضوع هي الفوتس بتاعتنا احنا الثلاثة بناء على الدسكشن والنقاش المحتدم الساخن اللي هيحصل على كل مباراة من المباريات اللي احنا هنمر عليها. ولكن قبل ان نبدأ في المباريات هنعمل القرعة المزورة بتاعتنا عشان نحدد مين هم اطراف المباريات. انا عجبني البساطة، الكونسبت جدا بسيط. خدت بالك رائع جدا يعني بسيط جدا، دي اهم حاجة في انا ابدا مش بتلخبط خالص. لا بس بص انا همشي مباراتك كلها عليك تسحب ورقة وبعدك بالظبط. يلا يلا يس. نبدا مع ضيفنا مستر ماهر. هلا. اسحب ورقه من الكرات السخنه اللي موجوده قدامك بقى يا استاذ. المره هي حاره قوي ليه؟ بسم الله. عمري نفسي احضر بالله. والفايز مو الفايز المباراه الطرف الاول للمباراه الاولى. الطرف الاول سبحان الله ومن الاوسكار الاخير 2021 واحد من المرشحين اللي ما فاز بالاوسكار نايت ميرالي. طرف المباراه الاولى هنحطه قدامنا كده عشان يبقى معانا في المباراه. جميل جدا. مستر محمود ابو اسماعيل يدوس معانا في الطرف الثاني للمباراه الاولى. ايزي ان شاء الله ايزي. ستارز بورن ما كنتش مختارته. ماشي اوكي. برادلي كوبر هيلاعب This is very interesting. ستارز بورن كان من الافلام اللي صدرت 2018 وطبعا ما فازت في ذيك السنه. اللي فاز جرين بوك. اسحب انا عشان لازم العب معاكم. انا عارف ان انا خلاص ده طرف اول كامل صح. لا خليه قدامنا عشان يبقى باين البراكت. هقول لك هتترص ازاي. يلا اللي بعده مباراه جديده ماني بول. طبعا انتم مش شايفين حاجه بس ماني بول. ماني بول براد بيت من احلى افلام براد بيت مبني على كتاب جميل جدا. طيب دوري. بسم الله الرحمن الرحيم. جانجو انشين. مباراة عنيفة وتبدو غير متكافئة. تبدو جدا غير متكافئة. ليتس جو. بسم الله. الطرف الاول للمباراة الثالثة. ذا وولف اوف وول ستريت. ذا وولف اوف وول ستريت. والله قوي. انتاجات 2013 ومن الافلام اللي كان عندها كيسة قوية جدا للفوز بالاوسكار بل وان الكثيرين بيقولوا عليه سناب غير مستحق تماما. جميل. هيلاعب ساوند اوف ميتال. لا مباراة عنيفة. لا مباراة والله مباراة عنيفة. مش قوي والله. والله مباراة عنيفة. والله كم مرة مباراة عنيفة. يلا نروح. بسم الله. مين؟ نبغى اسم قوي. والله اختياراتي انا بالصميم. انسبشن يا مان. انسبشن طرف المباراة. انسبشن من سنة 2010. كل الافلام دي ما خدتش اوسكار. كل الافلام دي بتتصدق. موضوع صادم واحنا بنعدي عليه. مين؟ لا يور بوي. لا انجلوريوس باسترد. انجلوريوس باسترد هذه حتكون اقوى مباراه للان. نولان امام ترنتينو. يعني من الاخر كل واحد فينا هيخسر 50% سبسكرايب. فتح كلام كده. اوكي وده كده الطرف الاول هيطلع منهم واحد للنهايه. واو اوكي دلوقتي انا فهمت. مين بيجي يا عم؟ من 2014 ويبلاش. وبلاش احسن فيلم لداميان شازيل. ماشي اتفضل. بسم الله سلام عليك. ده جنب لالا لاند. يا الله لو جه جنب لالا لاند. ماد ماكس. لا ذاتس ايزي. لا والله ايزي. ماد ماكس يا كلام. افضل فيلم اكشن في نظري في العشر سنين اللي فاتت الين طلع توب جان مافريك.
مع الاختلافات من ال... طب نعرف من الطرف The Curious Case of Benjamin Button. واو 2009 ولا 8 هديكم نظرة خلف الكواليس ده فيلم تم اختياره غصب عنه. طبعا احنا عارفين ان المباريات ديت اغلبها غير متكافئ لان الافلام دي مش نفس التصنيف مش نفس النوعيه مش نفس اي حاجه بس لعبوا معانا وخلاص بس يعني احنا دلوقتي بنحط نفسنا فعلا مكان الناس بتوع الاوسكار لما بيضطروا يفضلوا هم بيفضلوا ما بين افلام فعلا مش شبه بعض هم لو عملوا الجلسه دي في الاوسكار نتائج تكون احسن وكل واحد بيصوت لحاله والله تجيب There will be blood That's an easy one استاذي يلا بسم الله ولا لا جه يا رب ابتسمت لك الجوكر السؤال اوكي هيلاعب مين انت اللي هتحدد مين اللي هيلاعب الجوكر اومي جاد لا ما تقولش لبسته لا 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 يا يس 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 اوه جاد ام فينديكيتد يا الله ام فينديكيتد دلوقتي احب قبل ما نخش في المباراه ديت وبدري قوي عقبال ما نوصل لها الجوكر فاز ان الجزء الثاني لا 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 كان احسن نو 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 المباراه الاخيره طرفها الاول هو Three Billboards Outside Ebbing Missouri فيلم محترم جدا جدا مين فاز عليه والمنافسه Three Billboards مين اللي كسب عليه انا نسيت Three Billboards 2013 Little Miss Sunshine Little Miss Sunshine اخر اختيار معانا دي السنه الاقدم اللي رجعنا لها بالتاريخ اللي هي سنه 2006 بس والبراكت قدامنا بقى باين الكسبان من هنا هيلاعب هنا والكسبان من هنا هيلاعب هنا يوصل النهائي نفس الموضوع يلا بسم الله الرحمن الرحيم شيب اوف ووتر اللي فاز على شيب اوف ووتر اوكي المباراه الاولى نايت مير الي من سنه 21 وستارز بورن من سنه 18 انا اي ويل تيك ا ستارز بورن اي ويل ميك ذا كيس فور ا ستارز بورن ان اتس بيتر ذان نايت مير الي تحب تنزله ولا تسنده المشكله انه انا حبيت الفيلمين ويحاسس انه نايتمير الي مظلوم ما اخذ حقه ما اخذ حقه ابدا وستارز بورن اخذ اكثر من حقه في سنه ضعيفه سينمائيا اصلا اوكي تمام يعني بكل امانه نايتمير الي 21 كانت سنه مفاجئه بكميه الافلام اللي موجوده فيها ممكن نقول حتى انه في كان اكثر من فيلم يستحق الاوسكار بكل امانه 21 من السنوات القليله القويه من ناحيه الافلام باور اوف ذا دوغ كان معانا اكثر من فيلم حلوين اتس ا كلاسيك هوليوود ستوري بتاعت ستار از بورن اتس ا ريميك اند اتس ا جود ريميك بوث فيلمز ار ريميكس كلهم ريميكس اوه هذا حلو التريبيا الفيلمين متشابهين في النقطتين دول الاثنين ريميك والاثنين برادلي كوبر يب بس لو انا ابغى اوصي مش كان واحد رومانسي وبيدينا قصه كده نوعا ما ميوزيكال بس اتس نوت في اغاني بس مش ميوزيكال اوكي وهذا الفيلم اللي خلى جاجا على الص... على ال... على ال... على الخريطه انا في ناس ما ادري ليه تحسب انا في ناس تحسبني ضد جاجا انا ماني ضد انا عجبني تمثيلها هنا بس مثلا في هاوس اوف جوتشي كان معفن يعني مع كل احترامي لاي حاجه هاوس اوف جوتشي وصلت كتير وصلت جام حاجات كتير فانا ماني عارف صراحه محمود نسمع منك طيب لا انا برو نايت مير الي ستارز بورن عجبني جدا انا بكل تاكيد فيلم عجبني وعجبتني فيه ليدي جاجا وكنت اتمنى رغم ان هي افورت كتير قوي في الكامبين اللي اتعملت بعد الفيلم دوت عشان الاوسكار والمواويل دي كلها بس الفيلم بشكل مستقل هي قدمت فيه اداء استثنائي بكل تاكيد نايت مير الي الفصول بتاعته اكتر التنوعات في الثيمز بتاعته اكتر انا ادعي بكل اريحيه ان برادلي كوبر في نايت مير الي احسن بمراحل يعني هو ياكل ناس كتير من على الترابيزه ديت بالشكل دوت بس احسن بمراحل انت وانت بتتكلم افتكرت اخر مشهد له كيف لما قال كلمه بيفور شادوينج على كلمه قالت بدايه انا حقول اروح مع نايت مير الي 2 اجينست 1 نايت مير الي يفوز اوكي اوكي تقريبا بدات افهم اللعبه اشتغل ازاي اي ثينك المباراة اللي بعد كده ماني بول وجانجو انشين انا هروح بسرعة جانجو انشين جانجو انشين يعني اول شيء ترنتينو موفي وانا اعشق الانسان هذا ثانيا لما نجي نتكلم على القصة وكالارك ماني بول مقتصرة بشكل كبير جدا على بعض الشخصيات القليلة وقصة عن الاحصاء وقصة عن نادي واحد معين فحلوة وجميلة بس القصة مرة محكورة في جانب واحد ومو الكل ممكن يدخل معاها جو مع انها من الامثلة الجيدة كيف
تاخذ مثال لحاجه علميه مثلا ودراسيه وتحطها، بس جانجو لا، يعني جانجو كقصه فينجنس وانتقام وملحمه وكذا، انا اقوم على جانجو. انا حتفق، ولكن مع اعطاء ماني بول اتفق معك برضو الاحترام الذي يستحق. فيلم ماني بول فيلم طار تحت الرادار جدا، يعني مش ناس كتير خدت بالها منه او اهتمت بيه. لما بيشتغل كان بيعامل معامله افلام البيسبول العاديه. هو اولا ماخوذ عن سورس ماتيريال كتاب، لو انا فاكر اسم اللي كاتبه إيه؟ اسمه ديفيد جيمس او حاجه. لا مش ديفيد جيمس. كمل، هجيب لك اياه. كمل. يس. الكتاب رائع، والفيلم ده هو اللي بيقدم اللي احنا كلنا عايشينه النهارده في عالم الرياضه، وهو دخول الاحصاء والرياضيات والاحصائيات كمتحكم اول، اللي هي لغه الارقام زي ما احنا بنقول. بننسى دايما برضو ان ماني بول فيه سبورتنج رول لجونا هيل. جونا هيل هو اللي حطه على الطاوله بشكل كبير يعني. يعني بعد ما ادينا الاحترام الكامل، الماتش ده عامل كده زي ما البرازيل تلعب كوستاريكا في اول يوم ماتش كاس العالم، واحنا مع كامل احترامنا لكوستاريكا بس هتاخدي على دماغك. بس كمان نقطه اضافيه لماني بول يا جماعه، لانه براد بيت لما بنتكلم على دوره كدراما بننسى افلام زي دي. صحيح. يعني براد بيت دائما الفن والكول ومدري مين حطوه على جنب. الفيلم ده بيديك براد بيت بشكل مختلف تماما، يمكن من الافلام البسيطه اللي في سنه من 2000 ل 2010 اللي قدم فيها هذا النوع من الافلام. فماني بول جميل جدا. قصدي جانجو تشيك. انا من عجبني قوي مؤشر انت عملته في حلقه من حلقاتك لما كنت بتتكلم على افاتار. انك لو الفيلم سقط من ذاكره الكثيرين اسماء الشخصيات دي علامه لان الفيلم ما علمش معاك جدا. ده موضوع في المحل، ولو اني كنت فاكر افاتار يعني وانا بتفرج على الحلقه بتاعتك كنت عمال اصرخ انت عارف جيك سولي. جيك سولي انت يعني انت فاكر جيك سولي؟ والله عارف الاثنين. عشان اول لما قابلها بعد ما تحول الطريقه اللي كانت بتقول بيها اسمه بشكل متكرر على نتفق مع بعض يا محمود بكل امانه وعيني عليك بارده ما شاء الله تبارك الله. لما نيجي الموضوع لذكر اسماء لممثلين او شخصيات انا ما حد في الطاوله دي بس في لا لا انت 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 في مستوى اخر بكل امانه. يعني بص مثلا جانجو انشين تفتكر باسم البطل كان ايه؟ جانجو. المهم انا لخبطت. ففي ماني بول اسم البطل بيلي بين ما بنساهوش برضه. اوكي اوكي يلا اللي بعده. هنا اي نيد تو جيت، لازم 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 ادي فرصه في الخناقه لساوند اوف ميتال. اوكي تمام. ايش الفيلم الثاني؟ وولف وول ستريت. اوكي. واضح ان هو خناقه ديفيد وجلايث هنا. yes. فاهمني؟ بس ساوند اوف ميتال فيلم اندبندنت محترم، فيلم اندبندنت. أيوه. فيه روح. أيوه. تمام؟ و2020 او 2020 اخذ اوسكار ستريمينج مش بيت. ايه 20 استوديو ايه 24 برضو. وريز احمد عامل دور خرافي، عامل دور خرافي. لو هنتكلم من ناحيه اوسكار بقى، لو هنلعب بقواعد الاوسكار عشان دول الاوسكار سنوبز، بي تشيك اوف البوكسز، بيمشي بالكرايتيريا اللي الاوسكار عاملاها مؤخرا، لان هي برضو تعتبر قصه للسبيشال نيدز. تمام. انكلوسيف لكل حاجه، والبطل بتاعها مينورتي كل حاجه اذر ذان ذات. بعيدا عن ده برضو اتس ا سوليد موفي، بيحكي قصه مقفوله على بعضها صغيره جدا، جود اكتنج، جود ميوزك. تمام. و ويل راوندد ستوري. بس انت لما تجي اوكي برضو انا معاك، الفيلم كان رهيب وريز احمد قدم دور يعني خلاص هو اثبت اكثر من مره انه هو ممثل كويس، بس الفيلم ده اثبت لحاله ما معاه احد ثاني انه يشيل فيلم exactly. بالكامل. yes, مش اكثر من كده. بس في نفس الوقت لو اي فيلم اخر كان فتحت باب للنقاش اصلا. بس وولف اوف وول ستريت في كثير من الناس وانا واحد منهم اشوف يمكن افضل فيلم لديكابريو. ممكن واحد يقول لك هذا افضل فيلم تمثيلا لديكابريو بعيدا عن القصه. شيء ثاني، كميه الشخصيات اللي موجوده في الفيلم الخرافي. جونا هيل ادى دور خرافي في الفيلم. مارجو روبي ادت في دور برضه حطه على الخريطه قدامنا. مارتن سكورسيزي اعطانا فيلم من زمان ما شفنا هذه الروح اللي فيها من ديبارتد. يعني وقتها كان ديبارتد معمول من 8 سنين سابقه. فانا بالنسبه لي وولف وول ستريت جمع حاجات كثير مع بعض، غير انه مبني على قصه حقيقيه. تمام. لانسان عايش معانا وتيك توكر ترى موجود في تيك توك، وده فحلو جدا. مش ممكن. ورحلة الصعود والهبوط اللي كانت موجودة، غير الميمز يا عمي اللي طالعة من الفيلم. فولف وول ستريت أنا آسف يعني. لا هو مش هو الفكرة بس إن لا حط وولف وول ستريت، إن أنا كده أقول وولف وول ستريت. بس ساوند أوف ميتال فيلم برضه اتحط تحت الرادار. بس للأسف إنه زي ما قلت ديفيد جولياث هو رايح ما قدام جولياث يعني شيء كبير. يعني بص هقول لك، هو طبعًا المقارنة غير صالحة زي ما إحنا اتفقنا، إحنا بنقبل المقارنات أصلًا على أرض الواقع ملهاش محل من الإعراض. بس الاثنين دول فيلمين مليانين ليرز. يعني لو
حد جري بمخه بسرعه وقال ده وولف اوف وول ستريت يكسب، لان احداثه اوسع ونطاقه اوسع، وده بالضروره بيعني ان اللييرز اللي فيه اكتر. لا. يبقى غلطان. لا. ساوند اوف ميتال فيلم كل مره هتتفرج عليه هتطلع بلييرز، صح، هتطلع بتاملات زياده وهتعجب بعد ما تطلع القصه من الطريق وبعد ما تطلع الاداءات من الطريق. من الطريق اتكلم في التكنيكاليتيز بالظبط، اتكلم في الانجينيرنج بتاعت الصوت، صح. اتكلم في العكس مفهوم الترانكيليتي اللي الفيلم بيحاول يادفوكيت، فكره انت مش عارف، انت مش عارف تقعد على بعضك عندك كل الفكره انك تتعلم وصل... تقعد على بعض. وصل لي عن طريق من جد الساوند اديتنج ايش يعني تكون اصم، ايش احساس ان الصوت بديت تفقده. هذا ان ومع تمثيل احمد ريز الرهيب فعلا فعلا صرت لاول مره في فيلم يوصلني احساس الاصم. هو فيلم اللي يدوب نزل السنه اللي فاتت اللي هو كودا. هذا الفيلمين فيلم خرافي. هذه الفيلمين اللي وصلتني احساس الصمم، بس كودا كانت تبين لي احساس واحد عايش مع ناس بس ريز احمد وراني ايش يعني تكون اصم. ده على ذكر ريز احمد يا جماعه، ليه فيلم قديم ما اعرفش تعرفوه ولا لا اسمه فور لاينز، لو انا فاكر اسمه صح. كوميدي فور لاينز. انا قاعد بتفرج على الفيلم تضحك وبعدين تحرج من قلبك تتفرج عليه وبعدين تاخد الموضوع جد وبعدين يقلب كوميديا. ثانيه، دول اللي هم راحوا ايوه خرافي خرافي الفيلم خرافي. فور لاينز ده ما حدش دريان بيه. فور لاينز ده ما حصلش. ده 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 هو لوكي صراحه، يعني انت بتحس الفيلم ده من بعيد اللي هو ده كان فيديو يوتيوب او قناه يوتيوب، فكره قناه يوتيوب بس قناه يوتيوب حلوه جدا. كاميرات كده اللي هم شايلينها وبتاع، وبعدين تلاقي انت بتضحك من كتر الكوميديا والهبل اللي موجود، اند ذن اول اوف ا سادن حد بيموت. مات فعلا، انتوا بتهزروا يا جدعان. فيلم رائع، فيلم رائع. احنا عندنا جايين، احنا مقبلين على ملحمه. احنا شكلنا عمالين نسطول علشان مش عايزين نخش. احنا جايين على عارف ادي كده في الكاس العالم مثلا في 98 تقول انجلترا وهولندا مثلا حاجه زي كده. يعني ما فهمتش اي حاجه من اللي اتقال. ما علينا، انجلترا وهولندا جامدين. اوكي. انسبشن يقابل انجلوريوس باستردز. ايه انا انسبشن 100%. اول شيء ليه 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 اول حاجه اول حاجه اول حاجه للعدل 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 اوريدي تارنتينو موف دون تمام ماشي. لا احنا لا لا بس بس الاحتواء زين، احنا لسه عاملين نفس الارجمنت ده واحنا قاعدين هنا بس ما علينا. انا انا موضوع الايكويتي والعدل في التوزيع ده ما يمشي معايا. تمام، الكومبتنت والصح هو اللي يعدل. طب انا عايز احرق حاجه حصلت خلف الكواليس. ايه ان انسبشن كان محطوط عشان نحط فيلم نولان، دي حاجه حد من الترابيزه دي قالها. انا قلتها اوكي، بس ربنا اشوف السال جابه قدام مين؟ قدام واحد ما انا بالنسبه لي ما يعدي قدامه. ادفع الثمن. لا بس خلينا ناخذها نفصلهم مع بعض للناس اللي لا سمح الله ما يعرفوا الفيلمين. نولان من اكبر المخرجين في العالم، قدام ترنتينو من اكبر المخرجين في العالم، الاثنين عندهم شعبيه مهوله جدا. اقدر اقول انه نولان انسبشن وانترستيلر هي اكثر فيلمين ممكن الناس بتبجلوا فيها. وترنتينو انجلوريوس باسترز واحد الافلام المبجله برضو عنده. فلا مو بس انه مخرج قوي، المخرج من اقوى افلامه والمخرج من اقوى افلام. قائمه التمثيل غير طبيعيه، يعني عندنا هنا براد بيت وكريستوف وولتز، عندنا هنا ديكابريو وش اسمه ده يا ربي، إيلن بيج وكيليان مورفي وكيليان مورفي. فعندنا اسماء كبيره من الطرفين، واحد بيتكلم على التاريخ وبيعمل له تويست، والثاني بيتكلم على العصر الحديث بس بخيال علمي شاطح جدا جدا. لا مش خيال علمي شاطح، هو هو محامي شاطح. نو نو لا خالص خالص، لا لا لخبطني. لا 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 انا ما اتلخبطتش خالص، لسه الموضوع زي ما هو. انت بتتكلم دلوقتي في واحد اوكي حكى حكى شريحه من من التاريخ بالتاريخ بتاعه هو. أيوة. تمام، بس انت بتتكلم في واحد دلوقتي جاب لك الكونسبت بتاع ان انا ازرع فكره في دماغك وانت مش واخد بالك تو ذا اكستريم ماشي للليفل ليفل الوحش. طيب. هنا انت ازاي اصلا فكره زي كده ازاي تعملها بصريا؟ ازاي تقدر تترجم حاجه زي كده بصريا؟ انا كنت ملت القرار ودلوقتي رايي اتغير. انا ممكن بس احط لك على الطاوله كريستوف وولز وال20 دقيقه كريستوف وولز. أيوة. والمشهد حق البدايه اللي بيشرب اللبن اللي بيشرب اللبن اللي مدته 20 دقيقه ده اللي خلاك وانت قاعد وانسان بيبتسم تبي تشخ على سروالك هذا يعني انا خلاص. موافق جدا، عبقري عبقري. تعرف ايه اللي احسن منه؟ اها لما يقوم مطلع المسدس ويقتل ليوناردو دي كابريو يقول كان لازم اعملها. ايه ده اتس اوريدي اوريدي دخلت معانا. فايه فانا اسف اوكي. لا لا يعني شوف عندنا واحده منها اوريدي دخلت، عندنا واحده منها اوريدي دخلت. وكميه المشاهد مو الفيلم كامل. ها سيبك الفيلم كامل، فيلم كامل يقول فيلمين رهيبين. انا اقدر اقطع فيلم ترنتينو لعده مشاهد اسطوريه. جميل جدا. تمام جميل جدا. ما اظن اني اقدر اعمل نفس الشيء مع انسبشن.
حلو جدا. مبدئيا انسبشن اصلا بقى ات سام بوينت في لحظه ما كده اهو في الفيلم، الفيلم بيتقسم الى ثلاث افلام اربع افلام في الحقيقه. انت عندك فيلم في اول حلم، اول لاير من الحلم، عندك فيلم تاني بعد ما دخلوا اللايرين. يكسب عشان كتير يعني، لا مش عشان ما هو هي ميدا هو اللي عمل الارجمنت ده. القرعه هو اللي عمل الارجمنت على الاقل. القصه اصليه مو سارقها من انمي. اوه بابريكا، اوه اوه قويه دي، حلوه دي حلوه. ها ذاتس ا جود ون، ها ذاتس ا جود ون. تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي تمشي. بس اقول لك حاجه، كله بيسرق، كله بيسرق، بس مو عيني عينك، كله بيسرق، مو عيني عينك بالمشهد بالفريم. ومين مين صاحب الكوت اللي هو هو اكتر واحد بيحب يسرق؟ ترنتينو. اكزاكتلي. بس معترف معترف. دي اللي حجه دلوقتي، دي حجه، دي واخد التاريخ، واخد التاريخ وسوى حاجه في انجلوريس باسترز. بيسرق كل الافلام. لا انا فاهم، هو عنده ماتشز بالهبل، تعال نسميه ماتش عشان بلاش بيسرق. آه. هو اللي بيقول كده وماشي، كلهم بيعملوا كده، واخد التاريخ كله وغيره يعني. في اكتر من كده. احنا ذا ديبورتد طلع واحد من الافلام ديت، وذا ديبورتد از ريميك اصلا. اتس نوت اباوت ذات. حلو. هقول لك انا شايف ان الموضوع بسيط تمام، لان انت هاف وان فوت هنا للانسبشن، وعندك فوت هنا للانجلوريس باسترز. انا قاعد انا كنت بحاول اقنعك، انا قاعد اتكلم عشان احاول اقنع محمود. انا اقول لك حاجه، انا واثق فيه ان هو هيعمل القرار الصح. لان يور وركينج مي اخذ باله. شوف اكبرنا سنا ومعرفته. لا 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 مش كده، اكيد حيقدر الاعمال السليمه. انا عارف ان هو هيعمل القرار الصح يعني. ترى يعني انا اعشق انسبشن واحب نولان جدا، بس تحطه قدام واحد من افضل افلام ترنتينو، واحد من افضل افلام العقد السابق، انا اسف. انت تقدر تنام بالليل ان ما يكونش فيه اي فيلم لنون حتى يعني سلام عليكم يعدي في البراكت ده؟ كمان نولان اكتر مخرج في العالم سنابد، معروف ان هو سنابد اكتر مخرج في العالم. انا انترستيلر لو كان في الطاوله كان ممكن يوصل النهايه يا باشا، بس ايش اسوي لك حتى مطرح. شفت نفس النقاش بتاعنا اللي بيتكرر، اللي هو الفيلم اللي يسيب حاجه معاك. انسبشن ده 2010 لما اتفرجت عليه كنت عادي، كان سني عادي. لما اتفرجت عليه اول مره في السن ده دخلني جوه عيش عالم. عشانك ما فهمت شيء. لا مش عارف، عين ملقوف، طفل ملقوف. اقول يلا روح. مع كامل احترامي وحبي وتقديري. اوكي. انت عارف اصلا انسبشن مش اللي كنت عاوزه يطلع من انا عارف. انا شايف ان انسبشن احسن من انسبشن. لا بص، انت زعلت؟ لا 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 مفيش، اخد انا بس عايز اعرف ان لما يكون محطوط على الانترنت الى الامل ان انا خسرت، ان اخلي انسبشن يفوز، فاهمني؟ انا بس انا مش مستوعب ان ده شيء حصل دلوقتي. انا مش عايز اقلل من انسبشن ولا اقول عليه ان هو فيلم فيه مشاكل او فيه عيوب او فيه واتيفر. انا لسه من اسبوع لقيت احترام متجدد لانسبشن بعد ما اتفرجت على سان مان. اوكي. لان سان مان من نقاط الضعف اللي فيه بالنسبه لي ان هو اداني صوره لعالم الاحلام انا مش قادر ارلت لها من اساسه. دخول سان مان في هذا النقاش عيب. ما علينا، انا بس عايز اتكلم على الحته اللي موجوده في انسبشن. الحته اللي موجوده في انسبشن مش موجوده في اي فيلم تاني من دول كلهم. اوكي. ان انسبشن ادالك حاجه خياليه بنسبه 100% تقريبا، انيات بتريليت ليها وانت عارف. أيوه. انا عارف ده. اي فيل ذس واي، انا بريليت لده. اول اوف ا سادن رمى عالم من القواعد قدامك ولقيت نفسك فاهمها وما عصلكتش فيها، ومليان ليرز ومليان تحديات ومليان كل حاجه انت عايزها. انجلوريوس باستردز في الاداء التمثيلي الافضل، في المشاهد الايكونيك الاكتر. اي فوت. انت شايف هيمشي قدام مين؟ مين؟ كوينتن ترنتينو طلع من بق نولان، دخل في بق مارتن سكورسيز. وحش ياكل الوحوش. يلا بينا. ويبلاش وماد ماكس. وماد ماكس يا اخي مره صعب، عارف ليه؟ انه مره الفئتين مختلفه وما في واحد فيهم عظيم عظيم يعني. بس انا يعني انا ماد ماكس حبقى منافق. انا ماد ماكس. ماد ماكس انا حبقى منافق لو قلت ويبلاش، لان انا اصلا عندي تحفظات كتير على ويبلاش. يا اخي بس اداء جيكي سيمنز لحاله عار. يس. والقيم اللي طالعه من الفيلم على موضوع الهارد وورك وعلى موضوع انا مره. لا والله وغلاوتك ولا حاجه والله حبيت. ميكس سيجنلز اول اوفر ذا بليس. اطلع من الموضوع، حاول تقول هو كان بيقول ايه. وودنت نو. وبيحاول يفرصك انك تتعاطف مع واحد اصلا مستهتر. هو مستهتر يقول لك بسم الله مش حظه، حظه وحش ايه؟ خد فرصه الناس كلها هتموت عليها وصحي بعد البتاع بخمس دقائق وبيأجر عربيه بتاع اصلا حمار. ف انت لما تفكر فيها كمل.
كمل. انا بحترم ويبلاش، مش بقلل من احترامه، بس انا فيلم عندي عليه بعض التحفظات. انا ماد ماكس، وايفوت ماد ماكس. شوف ماد ماكس ده في السين بتاع الاكشن علامه كده، وانت عندي عندها لازم تركن على جنب وتقف تتامل. مشاهد الاكشن اللي في ماد ماكس اسطوريه، يعني ايكونيك، وصلت لايكونيك وهي ما كملنا حتى كم يعني، وانا 15 سنه حتى نتكلم على اقل من 10 سنوات، وانه صار ايقونه في توم هاردي وهو معلق البنت الصلعه دي ويتنس مي الحاجات الصراحه يعني. والمفهوم كله ككل العالم الديستوبيان هذا اللي احنا بنعيش فيه. فماد ماكس ايزي وان. انت كنت بتقول عايز تقول حاجه؟ اللي فكرت فيه دلوقتي ان الانبهار اللي مش طبيعي اللي احنا انبهرنا بيه بفيلم زي توب جان، اللي هو سيكوال حاجه من قديمه بس اتعملت مودرن داي اكشن موفي بالستاندردز القديمه بس معمول دلوقتي. أيه. بس انا فكرت فيها ازاي انا نسيت ماد ماكس. نفس الشيء، ماد ماكس كان نفس الشيء واحسن من توب جان مافريك، من ناحيه الاكشن والستاندز، من ناحيه ان هو ايفنت ابن لذينه كبير كده. لا بس هقول لك حاجه بستغربها دايما، ان هو دلوقتي وهو بيفكر في الجزء الثاني بيقول لك المره دي بقى هنركز على فريوسا. ايوه طب وهو الفيلم الاولاني كان مركز على مين؟ فهو كان فيلم فريوسا والمشكله اكتر اشتغاله كان اشتغلها لتوم هاردي في حياته. ولا يعني ما نعرف هيغيروا، قالوا حتى الممثلين يعني هيجيبوا ناس صغيره، هيجيبوا انيا تيلور جوي تقريبا، غيروا قالوا حتى الممثلين يعني هيجيبوا ناس صغيره، هيجيبوا انيا تيلور جوي تقريبا. المباراه التاليه سهله هي. ايش ذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتن؟ صلحوني، كنت عايز ادخل حاجه لديفيد فينشر، صلحوني بذا كيوريوس كيس اوف بنجامين باتن. كنت عايز ادخل ذا سوشيال نتورك، دخلوا لي ده. لا 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 لا, لا معلش ايش في ايه يا عم ده 2008 في ايه؟ لا بس يعني التمثيل ذا كيوريوس كيس ديفيد فينشر صح؟ ايوه. انا كنت عاوز لما نيجي نتكلم كان الممثل بتاع ديفيد فينشر على هذه الترابيزه يبقى ذا سوشيال نتورك. اوكي بدل انسبشن. يس بدل انسبشن بس لا لسه خسران ليه فدخلوني دوت وهيقف قدامي ذا ويل بي بلاد ده انا انا اقول ذا ويل بي بلاد لان ذير ويل بي بلاد انا بصراحه ذا كيريوس كيس مش احسن فيلم ديفيد فينشر بالنسبه لي خالص. وذير ويل بي بلاد هو الفيلم الوحيد اللي انا بحبه لبول توماس اندرسون. الوحيد انا عندي انا الحمد لله عندي فيلم ابروتشبل. اي مشكله لبول توماس اندرسون؟ انا اعترفت بالموضوع ده. بول توماس اندرسون بالنسبه لي انا مش عارف اترجم اللغه اللي هو بيتكلم. ليكرش بيتزا من اسوء الحاجات اللي انا اتفرجت عليها. اللي هو انا مش هقول على ليكرش بيتزا ان هو اسوء فيلم شفته، بس اللي هو لا بس احنا ما بنحكم على الفيلم، بس احنا ما بنحكم على ده الفيلم عشان المخرج، احنا بنحكم على الفيلم ده على الفيلم ده. ايوه بالظبط. ذا ويل بي بلاد هو فيلم محترم الافضل في العالمين. ما حدش بيقلل من قيمه بول توماس اندرسون، بس فعلا انا في مرحله معينه لما بيتخطاها بفصل. انا فصلت في ذا ماستر، فصلت في انهيرنت فايس، فصلت في حاجات كتير. لما بيقدم حاجه ابروتشبل او ماي جاد، طب ما تخليك هنا شويه. يعني ويل بي بلاد مستوى التاملات اللي فيه عبقري وعظيم وممكن يتقال عليه بيبليكال اساسا، ومع ذلك كنت بتفرج على الفيلم مفيش حاجه هنا، مفيش حاجه عادله. نخلي ذا ويل بي بلاد شويه بس، لانه ذا بنجامين كيس انا ماني عارف ليش انتوا كده بتتكلموا فيه كيريوس كيس كانه يعني اتس ا فيري باد موفي. انا حاسس ان هو ميك اب ان سي جي اي ستاند بصراحه. لا بس انت الفكره انه تقدر توصل احساس شخص. اول شيء الفكره موضوع انه انت بتتولد بالعكس دي، يعني موضوع يعني تمدحوا انسبشن انه يا حبيبي اللي عمره ما حتفكر فيها. طيب حلوه عشان قادر ريليت. انا فكره جميله. هذا احنا دائما بنطالب بالتفكير اوت اوف ذا بوكس، افكار جديده. هذه فعلا كانت فكره جديده جايه من ما حد. هذا واحد. اثنين، تمثيل كيت بلانشيت يا جماعه تمثيل كيت بلانشيت، اخلي براد بيت على جنب هرجع له. تمثيل كيت بلانشيت كان عظمه على عظمه، وعملت ثنائيه وكاريزما ولا اجمل مع براد بيت في الفيلم. وبراد بيت قدرنا اخيرا نستغل وسامته وانه كول، انه عايشنا فعلا كل الاعمار، مع انه وقتها كان في الاربعينات او حاجه زي كده، فقدر فعلا يدينا الاعمار كلها غير الفكره في الفيلم. صح انا مع ذير ويل بي بلاد، لانه يعني اول شيء سير دانيال دي لويس ممثل فيه. انا انسان اشوف دانيال لويس هو العلامه الايقونيه في التمثيل، وهذا افضل فيلم لذير ويل بي بلاد لي لدانيال دي لويس. بس بنجامين كيس فيلم جميل، فيلم يتشاف، فيلم ما ينحط كده على جنب ابدا. بس عمري ما لاحظت ان هو ريواتشبل، يعني عمري ما فكرت ان انا ارجع اتفرج عليه مره ثانيه خالص. انا اتعلمت حاجه قريب، اي فيلم تعدي 10 سنين ما شفته ارجع اشوفه، لانه ممكن تغير رايك بالكامل. حكيتك امس واحنا جالسين على فيلم ذا فايتر. مش ده المقياس الاصلي؟ لا ممكن لتحديد عمليه التفضيل على الاقل. مش تفضيل، لا احنا انا متفق. اهو اول لما شفت ده وعندك انطباع اول اهو ذير ويل بي بلاد هيروح. بس انا بتكلم انه اي فيلم، انا الفيلم ده لاني شفته مرتين
تمام، او يمكن اكثر من مرتين، بس ان جنرال بشكل عام غير الفيلم هذا شيء مر عليه 10 سنوات عشان نقدر نحكم عليه مظبوط، بالذات اذا في جروب ثاني كثير بيقول عليه حلو معناته يستاهل مشاهده ثانيه. تمام. انا شفت ذا فايتر قريب وقعدت احكي محمود انا بشفر، انا متاكد شفت ذا فايتر، انا متاكد شفت تمثيل كريستيان بيل، متاكد قسما بايات الله ماني مجمع ولا شيء. بدا الفيلم لما انتهى وانا بحاول اجمع، عارف انه في قصه عيله، عارف انه في الاخ والاخ اللي عايش على سيره اخوه، بس التعقيدات العائليه اللي جوا ما انتبهت لها في المشاهده الثانيه، المشاهده الاولى ابدا ما انتبهت لها. عموما ديرول ببلد يعدي، بس ما تكلمنا على ديرول ببلد، ليش ديرول ببلد يعتبر فيلم اسطوري يا جماعه؟ عشان هو اكتر، عشان التمثيل بتاع داني ديلوس او تسي اول حاجه، تمام. القصه عامه على بعضها، الحته دي من التاريخ اللي عايز يصورها بول توماس اندرسون. الشخصيات اللي مثلها اللي كان بيعمل اسمه ايه، بولدن، بول، ايوه بول، الديناميك اللي كان ما بينهم هم الاثنين في الفيلم ده سبوك تو مي، يعني ده حددني انا الايديولوجي بتاعت الاثنين هي اللي بتتحكم في كل حاجه في والفيلم بيحكي قصه عن فتره من فترات امريكا هي اللي نقلت امريكا من حقبه لحقبه مختلفه. في ديك الحقبه فعلا الصراع كان الاقوى يعيش مين، الكابيتاليست والناس اللي عايشين على راس ماليه والفلوس والنفط وكله، او القوه الدينيه واللي كانت متمثل لسه في الكنيسه، كانوا لسه قبل ما يخرجوا من الـ من الـ من الدين وينسلخوا بالكامل كان لسه في ناس تؤمن، كيف الاستغلال اللي كان بيصير باسم الدين. هذا جماليه الفيلم، القوه فين، الفلوس ولا الدين، مين اللي حيفوز، وهنا فين. عشان كده قلبوا على بول اندرسون كثير من الديانه المسيحيه وده، وكيف بينهم ان هم يعني ما عندهم القيم الفاضله والحاجات دي كلها. مشهد اللي يقول I killed my son, I killed my boy, I abandoned, يعني هذا تاريخي يا جماعه. المشهد الاخير يعني دانيال دلويس يا جماعه، الفيلم ده اذا في احد يشكك ولو 1% انه من اعظم ممثلين، وانا بالنسبه لي اعظم ممثل، يشوف ديرول ببلاد. مش اللي في احد في الدنيا ممكن يختلف على ما اذا كان دانيال دلويس ممثل عظيم ولا لا في ايه. لا في استنى مين ومين؟ احنا للاسف الكورونا هدمت تلغي دلوقتي حالا. عايز اسالكم، اداء دانيال دي لويس في ذا ويل بي بلاد يرانك نمره كام ما بين افلام؟ انا بالنسبه لي الاول، وعارف انت مين عندك الاول، انا هو الاول. جانجز اوف نيويورك اولا؟ الاولا جانجز اوف نيويورك هو حلو بس اولا. امين، انا من الناس اللي بعشق لينكولن صراحه، اتعلقت لينكولن جيد جدا. بس مش عشان اداء دانيال، انا عارف، انا عارف انت عارف رايك فين فعلا. ايوه سي انت المتفوق صح. اوكي انا كنت لو حقارن بين الاثنين، وممكن معاهم ذا ليفت فوت، هم الثلاثه دول بالنسبه لي يدخلوا في التعليمه. ديرول ببلد يمكن 10 مرات شفته للان ما ابالغ للدرجه دي، انا ارجع اتفرج على الفيلم عشان دور دانيال دي لويس. يعني انا دانيال فعلا اثر فيه في الفيلم، غير الموسيقى تن 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 تن. اي لاف ذا موفي، معلق صوره عندي في عندي في الاستوديو بس احنا نسيب ده على جنب ونرجع له بعد شويه ولا نعديه بسرعه. خايف يا اخي، مقارنه غير عادله. بس عايز اقول حاجه، مقارنه غير عادله. انا عايز انتوا الاثنين تقولوها ان لا لاند لا 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 بص، لا لاند بالنسبه لي انا في الرانكينج الانجويمنت اثناء المشاهده يتفوق على جوكر في تقديري الشخصي. الانجويمنت اثناء المشاهده، تجربه المشاهده نفسها. جوكر فيلم اعمق، فيلم اتقل، الاداء التمثيلي فيه افضل، الادابتيشن بتاعه الكوميك ستوري لوان اوف ذا فيلنز انتو ذا ستار اوف هيز اون موفي توصل لدرجه الجينيوس. بس عايز اقول حاجه قبل ما نسيب هذا الملف او قبل ما نسيب الموضوع. اتفضل. اللي هيهيف من لالا لاند، انا هيهيف من لالا لاند حاله، علشان فيلم ميوزيكال، عشان فيلم غنى، عشان فيلم راس، استنى 2023 هقابلك ومش هرحمك. بس طب لا بس نرجع مره ثانيه، انا مش عايز ادافع على ان جوكر فيلم حلو. لا، انا مستعد ادافع بان لالا لاند مش فيلم حلو. انا المفارقه هنا ما اقدر اصلا حتى اني ادافع عن لالا لاند. انا الجوكر من اجمل الافلام اللي شفتها اخر 10 سنوات بيري. جوكر حيكسب ب 3-0 يعني ما يبغى لها 2-1 يس. جوكر على طول يروح. بس في نفس الوقت الجدير بالذكر انه من خلال كم من الافلام الموسيقيه وخلالها، هذا هو الفيلم الوحيد اللي خلاني اصفق في القاعه، ولو كان عندي قناه كان اديته 10. والساد ستوري اللي نزل السنه اللي فاتت ميوزيكال احسن منه. اي سوير ليه مزراب ميوزيكال احسن منه؟ صدقني اتس نوت ا جود ميوزيكال، اتس نوت ا جود ميوزيكال. لا لاند از 10 اوت اوف 10 بالنسبه لي. مش هقول بس جود مش كويس يا عم، تو ايتش ذير اون. تشهدوا على حاجه انه احنا بنفاضل، انا كنت مستعد اخد هيلور هاي ووتر قبل لا لاند،
أيه. بالنسبه لي انتوا كانوا اوف تيم برضه، بس بالنسبه لي انسبيتر. بس احنا اخذناها نكايه في هذا الاخ. انا مبسوط وصدقني عندي كلام كثير يتقال على الله. مباراه لعبت تحت وراء الكواليس ما حدش خد باله منها دي. تريبل بوردز اوت سايد ايبنج ميزوري اللي كان قدامه مين؟ شيبو ووتر. لا هو اللي فاز. ووتر هو اللي فاز. يس. شيبو ووتر هو اللي فاز. هو كان بينقي مين؟ تريبل بوردز. اختار حد تاني غير تريبل بوردز. ايوه. كان في نفس السنه عندنا بوهيميان رابسدي. لا مش بوهيميان رابسدي. وداركست اور. مش داركست اور. لا طب خلاص ما في حد يستاهل. كان في ذا ثيري اوف ايفريثينج تقريبا. لا 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 هذا قديم. عموما عندنا الان ليتل سانشاين بوردز وليتل مستر سانشاين. اولا ما بين تريبل بوردز وشيب اوف ذا ووتر دي من الكيسز اللي انا ممكن اقول ان تريبل بوردز افضل من شيب اوف ذا ووتر. طبعا المفروض يكسب. طبعا ليتل مستر سانشاين الناس كتير تعرفوا ان هو اللي عمله بيتر ميمي قريب في النسخه العربيه. كنت مره بحكي لحد على ليتل مستر سانشاين بقول لك ازاي فاتك الفيلم ده بيحكي كذا كذا. ده نفس قصه الفيلم بتاع زيكو. وجعتني عارف ايش الفيلم العربي؟ فيلم اسمه من اجل زيكو. ما شفته. الغزاله. يا ايوه هو اوكي. ليتل مس سانشاين هو النسخه الاصليه بتاعته. والله عين عينك كده ولا قالوا اقتباس؟ ما اعرفش قال ولا ما قالش، ما شفتش من اجليزي. اوكي فمش عارف اللي اتقال ولا ما اتقالش، بس هي نفس. شوف البوستر بس. البوستر بتاع الفيلم كفايه بس. از ذا سيم. والله نفس الجيري حق ستيف كاريل كده. لا مش البوستر، هو كان في بوستر ليهم هم ورا بعض كده بس. لا انت نفس المعلن، نفس الباص الصغير وبتاع. لا انا مستني ايش تقوله. انا عندي راي واضح. انا بحب ليتل مس سانشاين. ات هاز سبيشال بليس ان ماي هارت. تمام. مع انه كفيلم اعمق واقوى اكيد تريبل بورد. انا ماي فوت جوز فور تريبل بوردز لو في اي ميكس. لا انا ليتل سانشاين. انا على فكره ممكن اروح. هو صراحه من سنه 2017 تريبل بورد تردهالي. لا 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 اقول لك ليه. حتى لما قلتها في البدايه في التوزيع بتاعه الورق، ممكن الناس ترجع تشوف في التوزيع بتاعه الورق في البدايه، انت قلت لما حطيت تريبل بورد قلت اوكي تريبل بورد خلاص هيروح مش هيكمل. بس انا اتفرجت على تريبل بورد اول لما نزل. فرانسيس ماكدورمان صراحة يعني أدى الدور حلو. أوكي. بس أنا صراحة سام روكويل يا جماعة. سام روكويل ماشي. أنا يا أخي أنا في أنا علم معايا ليتل سانشاين أكتر. ليتل مس سانشاين على عيني وعلى سر بالي. وتمثيل ستيف كاريل ما زال محفوظ. ونرجع ونقول بول دينو تاني برضو عامل دور خرافي فيه، والبنت الصغيرة الإف وورد اللي قالها دي أيقونية في تاريخ السينما. دي أجمد إف وورد اتقالت على فيلم. مس سانشاين كل أسبوع ولا حاجة برجع عشان أشوف الأغنية اللي في الآخر بالبرفورمانس بتاعها. خلاص That's your answer. بس تريبل بوردز بالنسبه لي از ماتش مور ايبك. ما اعرف انا ما زال قلبي بنوعيه الفايلنس. في كم مشهد في فيه. ايوه في كم مشهد فيهم اللي ارجع افكر فيهم، الحريقه في البيلدينج وبتاع كلام دي. هارلسون خناقتها هي وبنتها، خناقتها هي وابنها، خناقتها هي وجوزها. اتس نوت ريزونيتنج. انا عاطفيا مرتبط مع ليتل مس سانشاين اكتر. وفي 2017 جيت اوت. كنت انا بفكر في جيت اوت. بتفكر جيت اوت. فكرت كان عاوز يكسب جيت اوت على تريبل بوردز، ودلوقتي عايز يكسب ليتل مس سانشاين على تريبل بوردز. انا معاه. انا على فكره جيت اوت. انت عندك جيت اوت يكسب تريبل بوردز؟ لا ليتل مس سانشاين تكسب تريبل بوردز. وجيت اوت لما اتفرجت عليه مره ثانيه ات اكشلي ات جرو اون مي ليتل بيت. فورس مي اني ادس افلام بحبها. انا بحب ليتل مس سانشاين وبحب جيت اوت. يعني البطاريه ضغطت على اللي حصل ده يا جماعه. ولكن انا بحترم الديمقراطيه، وبرضه مش عاوز الموضوع يبان زي ما يكون عندي مشاكل مع ليتل مس سانشاين. انا عندي جانب فرحان ان هو وصل للدور ده اصلا، لان انا بموت في الفيلم. بس يا اخي المشكله انه هيواجه واحد كده جوكر طريقه سهل. ده حته ماتش ده يتعمل. ده ماشي. ذس از ذا الليمينري راوند الثمانيه الكورتر فاينل. المباراه الاولى نايت مير الي وجانجو انشين. جانجو انشين نو كويشن نو كويشن نو كويشن. خلاص كده الموضوع. انا اسف، انا ندمان على الدقيقتين اللي انا ضيعتهم في الراوند اللي فاتت. انا بتكلم على طبعا احنا اتكلمنا في الافلام كتير يا جماعه، فالمشكله دلوقتي بس لو في خناقه مبدا مش اكتر. وولف اوف وول ستريت وانجلوريوس باستر. انجلوريوس باستر انا اي ويل سيت باك اند واتش صراحه. انا هقعد ورا واتفرج صراحه. عارف حلاوتها ايه؟ انه انجلوريوس يفوز واحد منهم يطلع. يعني انا اول داي فور ذس. عارف الازمه في ايه؟ انك تطلع من هنا فترنتينو لعب ترنتينو. ايوه. او تطلع من هنا ونفس الماتش هيتلعب في ديكابريو يلعب ديكابريو. اوه بس ديكابريو هنا اقوى. فين اقوى؟ هتعرف بعدين. طيب هتكلم انا اول شيء. وولف اوف وول ستريت فيلم رهيب، فيلم عظيم، اعطاني ادوار رهيبه وجميله.
لكن حتى هي مع كامل احترامي تعرف لكن لكن قص لكن من ناحيه عدد الشخصيات شخص المشاهد الاسطوريه اخراجيا موسيقيا انجليريس باسترز يفوز بالراحه. انا 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 اكسب وولف وول ستريت. اوه اي لاف ذس انا عاجبني جدا اللي بيحصل احمد. ذا وولف اوف وول ستريت قد يكون واحد من اخر الايبك ستوريز اللي ممكن تتحكي عن حاجه حصلت واحنا لسه عايشين. حاجه معاصره حديثه ايبك جيرني طويله عريضه فيها ابس اند داونز فيها كوميدي تتفوق على اي كوميدي موجوده في انجلوريوس باسترز. وانجلوريوس باسترز فيه شويه كوميدي فيه شويه حاجات. انجلوريوس باسترز اللي خلاني اكسبه المباراه الاولى اصلا هي الايبك سينز اللي موجوده فيه. عم كل شويه نط في دماغي مايكل فاسبندر كل شويه نط في دماغي كريستوف فولز فده ليه وزنه بكل تاكيد. بس هي الفكره في ان انت عندك الادفانتج بتاعه السكريبت بتاع كوينتن ترنتينو اللي فيه احلى لحوارات وتنشن ممكن يتصاعد في الدنيا. بس الحوارات والتنشن مش كل حاجه في السينما. الايبك جيرني مهمه الكريزي سيكونسز مهمه. طيب المشهد بتاع ليوناردو دي كابريو وهو بيطلع عربيته. طب ناخدها واحد فانك. طب ناخدها واحد واحد. جون هيل اكل سمكه في الفيلم. لا لا معلش انا هذه ما هعديها بسرعه. عارف ان هم في الـ في الـ في, الـ في في تو فيرجنز منها واحده فيهم ماكل صرصار واحده واكل سمكه. شي طيب طيب شي. انا ابغى اخد بس تعالي انها في الاخير انا الفيلم ده انا ما هعدي دي بسهوله. حنمشي النقاش على عوامل النجاح اي فيلم. اولا قصه حلو. انت بتقول قصه وول ستريت احلى من قصه طب حلو هذا 1-0 نقول. تمثيليا انجلوريوس باسترز في كريستوف فولتس وفي مايكل فاسبندر واشهد واحد بس وفي مشاهد براد بيت كلها. لا والله مشاهد لا براد بيت براد بيت في الفيلم ده. طيب علشان كده انا بحيي وبحترم الناس اللي ادوا الاوسكار لبراد بيت عن وانس ابون ا تايم ان هوليود عن انه ياخده في انجلوريوس باسترز لان ده كاركتر بحق ربنا كاركتر. شوشانا سمول رول حرام عليه يا عم حرام عليه. انا مش معاه بس هو مش سمول رول باشا. اخد جون برنتال في ذا وولف اوف وول ستريت اوفر ميلينير لورون في انجلوريوس باسترز. هذا لا واللي عايز يعمل انسبسكرايب يعمل مان. عدد المشاهد الاسطوريه عدد المخرجين اللي طالعين بادوار جوه الفيلم. في مشهد اسمه ايه سبايك جونز لما كان في الايجنسي بيعرفه ازاي يشتغل بالبيني ستوك والكلام دوت برجع اتفرج عليه كل اسبوع. ثلاث ساعات ولا ساعتين ونص؟ ذا لونجر ذا بيتر طالما الفيلم حلو. والله يا جماعه انا هاو دوغ ان ذس فايت لان كده كده الفايت هيكمل هنا عشان انه عشان دول بوستيت هاز تو جو. الفيلم رهيب حلو بس والله انجليريس بس حرام يخرج الحين. والله حرام يا جماعه والله حرام. هيخرج دلوقتي حرام والله هيخرج دلوقتي صدقني هيخرج دلوقتي هيخرج دلوقتي. انت عارف انا برضو انجليريس بس كريستوف فولز ادى اداء والله ما في شيء يقارن فيه خلاص. انا اقول اعمل الكارت بتاع كريستوف فولز وعديه وخلاص. ما هو مش كل مره يعني يجيب جونين في ماتشين. فكره انه اخذت شيء تاريخي وغيرت القصه بطريقه ولا اذكى تمام. موضوع الافراد اللي موجودين وطريقه تقديم الشباتر الاجمل في تاريخ ترنتينو كامله. نوصل لمرحله من النضج في كتابه الشباتر انه فعلا الفيلم متماسك لابعد درجه بكل شابتر جاء وكيف الخيوط كلها اتحدت مع بعض في الحفله في الاخير. كان شيء مشهد البار وهم موجودين يعني تحت وكل اللي صار حاسس ان الحفله اللي في الاخير is too convenient. لا ابدا تعال عشان اخلص الفيلم للملاك الالمان كلهم في سينما واحده. والله العظيم ابدا هنا حلاوه ري رايتنج ذا هيستوري. ولو تقرا هيستوري ولو تقرا هيستوري حتعرف انه حفلات الافلام اللي كانت تعتمد على البروباغندا في الحرب العالميه كانت فعلا بيج ثينج. وكان في فعلا نفس الممثل ده اللي جابوه اللي مثل انه هو بطل الافلام كان في عندهم واحد زي كده برضه يمثل وكانوا كلهم هو مستند لكده. وكمان انت لو عاوز تكمل الادفانتج للموضوع ده الوحيد اللي اشار للارث السينمائي الالماني النازي في البروباغندا اللي كانت رغم البروباغندا الشديده اللي فيه ولا في لكن له قيمه كويسه وكانت تمام. بس فانه تيجي وتعمل حفله عليها طبعا حاجه ما تبناش عليها اي حاجه في الفيلم في كل احداثه وتقدمت في اخر تشابتر كحل نهائي للفيلم كله. اقبلها كسمثينج ريديكولس واحنا عارفين ان هو ريديكولس لكن انسبها للتماسك لا يبقى عندي مشكله. كيف ما هي محسوبه من البدايه؟ لا انا ما اتفق معاك. ازاي من البدايه احنا عارفين انه في مهمه بتصير صح. شوشانا شغاله لحالها ومن اول ما جاتها فرصه انه تعمل جوه السينما قالت انا حاعمل في السينما صح. هذا انتهى الموضوع. الجروب حقنا حق الباسترز كان رايح لحاله. خربت العمليه حقتهم اللي في البار صح. جاهم انسايت انهم رايحين هناك راحوا. فين الانكونفينينت؟
معلومات جات وراحوا. لميت كل لمؤاخذة البيض اللي في الفيلم في سلة واحدة عشان تخلصه. بس بطريقة جدا متماسكة ورايحة صح. خربت حقتهم. انت لو تقول انت لو تقول عليها ريديكولس. انت لو تقول انت انا اقول لك متى اقول عليها ريديكولس. انت لو تقول انه العملية حقت الباسترز نجحت والعملية اصلا كانت ستؤدي انهم يبغوا يعملوا جوة السينما وسبحان الله ما يدروا انه شوشانة كمان موجودة، حنقول الاثنين صدفوا مع بعض صدفة غريبة عجيبة وكلام فاضي. خسرت العملية حقتهم، ما قدروا ينفذوا العملية حقت البار، لكن لازم يشوفوا ايش اخر المعلومات اللي عندهم وراحوا وراها وكان هتلر موجود في في السينما. هي عملية البار بزبط. ايوه عملية البار كانت عملية اسبيناج، كانت بتقول لهم في الممثلة عن اللي هيحصل في العرض بتاع السينما. بس كان هيطلع منها معلومات اكتر ميبي يس. بس هي الهدف الاساسي من الموضوع ده هي العملية دي، هم ما عملوش عملية وباظت. انا حسبت انك هو هي ابعاد العملية الاخيرة اللي اتغيرت حسب المتغيرات بتاع اللي حصل وقلبت عملية انتحارية بشكل او باخر. تمام بس انت كمان مين كان الممثلة دي؟ مين كان حيوصل لو انه فعلا في جواسيس؟ واحنا عارفين الممثلات حتى الممثلات حتى انا مش ضد الشانلز اللي هو اختارها عشان يوصل للمشهد الحاسم ده. انا معترض على انه في مشهد واحد لم كل العناصر بتاعت الفيلم رغم ان كتير منهم جاي هنا بشكل متلفق. بس كتير كيف متلفق؟ كل الافلام كتير افلام فيها الوصول نفس الشيء. عندك حدث حدث على مستوى المانيا حدث ان شوشانه بتاعت اول مشهد في الفيلم هي اللي بترن السينما اللي محمود فيها الله. هنيجي على دي هنيجي على دي يا محمود. يا جماعه انتوا دلوقتي هنيجي يعني هنيجي على دي. ما خلاص ما نسوي فيلم، خلاص ما نعمل فيلم، خلاص ما نسوي فيلم. استاذ ايمان استاذ ايمان مشكلتي الوحيده معلش اخر نقطه اخر نقطه اخر نقطه يور ارجوينج. انت بس عمال بتارجو عشان تارجو ات ذس بوينت. تمام لا عشان عشان بتعيد نفس البوينت. مش هعيد نفس. تمام اتفضل. البوينت انت نسيتني. اتفضل اتفضل. لا قول لي ليه بتقول كده؟ علشان نفس النقطه عماله تتعاد اكتر من مره. خلاص وولف وول ستريت هيعدي. خلاص اي هاف ا فويس ان ذس. اوكي انا عندي صوت كمان هنا يدو. بس انت شاري ولا مجرد انك مش عاوز؟ لا هو يبقى ما يرجع لا علشان علشان اللي هادي هادي ما هي باي ذا واي محمود لا اقول لك ليه. اقول لك ليه هذا مو صح. مو صح عشان اي وونت جانجو. خليه يفوز. خليه يفوز. اي وونت جانجو تو وين. خليه يفوز عشان اي وونت جانجو تو وين. ابغاك تتكلم تقول لي كيف بالنسبه لك وولف اوف وول ستريت افضل من جيرس باستر. هو اتكلم حلو. اتكلم انت هيعدي. اوكي تتكلم. اوكي مش مجرد انه ستوري اوف جوردن بيرفورد. ذا ستوري القصه بتاعه جوردن بيرفورد بالنسبه لي مثيره للاهتمام اكتر. الملحمه بين قوسين اللي محطوطه جوه اللعب داخل الوول ستريت. تمام وعمل الفلوس من رؤيه مارتن سكورسيزي واحد عنده حاجه و60 سنه بيعمل افلام كانه عنده 20 سنه. دي بالنسبه لي حاجه ممتعه بشكل ايش العمر هنا؟ بالعكس مش قصدي كده. قصدي ان الفيلم حيوي. الفيلم مليان حياه مليان روح في حاجه انا ولا اهتم بيها ولا عمر اديها ربع اهتمام. انا ليه اهتم بالستوك ماركت؟ انا ليه اهتم بطريقه عمل الفلوس؟ الراجل ده خلاني اهتم بالموضوع ده في سن صغير لما اتفرجت على الفيلم وحبيت اعرف اكتر قصه جوردن بيرفورد. انجلوريوس باسترد هو فيلم ابويا المفضل. تمام انا عندي مكان مخصص ليه. تمام. حلو الكلام. ولكنه مش افضل فيلم لتارنتينو ومش افضل فيلم لتارنتينو بالنسبه لي. طيب تمام بس اتس سمبل از ذات. اقول لكم بقى الصدمه الكبرى. انجلوريوس باسترد لو كان لعب جانجو انشين كان انجلوريوس باسترد 6. جانجو انشين ده فوز ان شاء الله. طرفي القاب النهائي الاول تم تحديده. ماد ماكس وذا انهار ازرق. واحنا قاعدين نتخانق هنا وسايبين ده مين؟ ماد ماكس وذير ويل بي بلاد. ما حضيع وقت. ذير ويل بي بلاد محتاجين تتخانقوا؟ او انت ماد ماكس؟ يا كمان ذير ويل بي بلاد ولا ماد ماكس؟ اختار ماد ماكس؟ اتخانقوا الاول. انا ماد ماكس صراحه. محمود ماد ماكس فيوري رود. احنا ممكن نقول العمر له دور في اشياء كثير بس في هذه اشياء واضحه يعني. اتس ا جود اكشن موفي. اتس ا جريت اكشن موفي. اتس ا جود اتس ا جريت اكشن موفي. بس انت بتتكلم على ذير ويل بي بلاد واحد من الافلام الاسطوريه على مر التاريخ. هل ماد ماكس واحد من الافلام الاسطوريه على مر التاريخ؟ نعم. هل لو قلت له حطه ب 10 ممكن تدخل نعم. ايه احسن فيلم اكشن اتعمل في العشر سنين اللي فاتت؟ انا بقول انا قلتها انا قلتها اكتر من مره. جون ويك. انا قلتها قلتها هو لين ما جاء توب جان مافريك هو بالنسبه لي كان افضل فيلم اخر 10 سنوات. بالظبط. بس ماد ماكس وذير ويل بي بلاد تمثيليا قصصيا تاثيرا علي كمشاهد ماد ماكس ما يعيش معايا قدام ذير ويل بي بلاد. نو واي. لا تمثيليا ولا قصصيا ولا شيل الجانرا من الموضوع. شيل الجانرا من لا الاحداث اللي صارت قدامك على الشاشه لين النهايه من بدايه لين النهايه. تمسكك بقصه الصعود حقت هذا الملياردير المليونير حق النفط اللي المنافق المنحط اللي قدر انه ياخذ الاراضي هذه كلها مع هذا القصيص اللي بيستغل الدين تبعه. قصة بهذا العمق وكيف استخدم موضوع القوة مو بالسهل تلاقيه في التلفزيون. ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه بتتفرج على افلام؟ كثير اسباب. اديني سبب. اديني ثلاث اسباب. اديني اربع اسباب.
عشان مفيش ماتشات شغاله طول الوقت. اوكي ده سبب، اديني سبب. انترتينمنت بيسكلي، انترتينمنت طبعا. حلو كده like اديني يعني. اديني سبب تاني. متعه، واحد من متعه من اسباب. جميل جدا. متعه اشوف شخصيات تعكس الحياه الواقعيه، تعلمني على اشياء كتير. حلو جدا. تمام؟ حلو جدا. حلو ده كل حاجه انت بتقولها، كل حاجه، كل سبب موجود عند اي شخص في العالم ليه هو بيحب يتفرج على افلام موجود جوه فيلم ماد ماكس. انت عايز تشوف قصه بتعكس الواقع اللي موجود عندك. تمام. انت عندك كالت موجوده في المستقبل بيقدسوا شخص ما تعرفوش الشخص ده هو ليه بيقدس، بس هو بيقدس لسبب ما. امورتال جو. عندك فيلن ابن لذينه اللي هو امورتال جو، عم شوف الناس اللي بيتبعوه بشكل عمياني بس عشان هو الراجل ده لازم نتبعه عشان بيوفر لنا الميه. الميتافور بتاع الميه لوحده ممكن تاخده وتطبقه على اي حاجه بتحصل في العالم اللي موجود دلوقتي. تاخد الميتافور بتاع الكابيتاليزم اللي ذكرته اكتر من مره، اهو موجود قدامك وبسيط وحلو. سيبك من كل ده على جنب، في واحد ماسك جيتار بيطلع نار. كمان مان. اوكي يعني ده ينهي اي نقاش في التاريخ. معلش ماشي، ده ينهي اي نقاش في التاريخ. انت بتروح السينما عشان تشوف حاجه ايبك. انت بتروح السينما عشان اوقات بيكون عايز تروح السينما عشان تفصل دماغك. تعريف ايبك، تعريف ايبك، تعريف ايبك دماغ واحد بولينج. تعريف اي نو ذا موفي. تعريف ايبك دازت هاف واحد ماسك جيتار بيضرب نار. كان في مجال كرحه. نو ما كانش موجود في بريمه. صح يا محمود. تعريف ايبك ممكن نقعد لبكره نعرف كل واحد ايش يعتبره ايبك. انا بالنسبه لي تمثيل دانيال دي لويس في الفيلم ده هو تعريف الايبك نس الاعظم لاي تمثيل. اوكي ماشي. فانا يعني ما حيجي احد يقربني من الفيلم ده. ايه مشكلتك مع التمثيل بتاع شارليز ثيرون؟ ولا ممتاز، اقصى حاجه ممتاز بالظبط. شارليز ثيرون كانت شايله الفيلم كامل على كتاف. اقصى حاجه ممتاز. حلو جدا. اقصى حاجه ممتاز ومناسبه للفيلم. جميل جدا. لكن مو بعظمه تمثيل لا بول دانو ولا دانيال دي لويس في الفيلم ولا الثنائيه اللي عملوها. بس مش دي كل الحاجات اللي تخلي فيلم حلو. اوكي مش هي دي كل الحاجات اللي تخلي فيلم حلو. انت عايز فيلم لا تبغى فيلم لا تبغى التمثيل ولا تبغى انا عايز تمثيل وعندي تمثيل حلو. عندي تمثيل حلو هنا في ماد ماكس من توم هاردي. ماد ماكس يلا انت. انا لازم اكمل البوينت بتاعتي بليز. عندك تمثيل حلو من شارليز ثيرون. عملت معايا بس فور دريك طولت شويه زياده. عندك تمثيل حلو من شارليز ثيرون. تمام. عندك تمثيل حلو من توم هاردي. ده من ناحيه التمثيل كلهم. شيل ده على جنب. شيل ده على جنب. عندك حطهم في خلاط. اسمع كلهم دول حطهم في خلاط. اي نو. لا 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 انت عارف. ويتنس مي دلوقتي ماشي. انا اللي بحكي. الضفر الصغير حق دانيال دي لويس ما يجوا كلهم، بالمخرج بالكاتب باللي اتفرجوا عليه. جورج ميلر دود انت بس بتتكلم. يور توكن كلام سيء دلوقتي بس يا مان. والله عيب، والله قاعدين يعني احنا عيب قاعدين نتكلم على الفيلمين دي. والله عيب. لا مش عيب. والله عيب. مش عيب خالص. والله عيب دود للدرجه دي. والله عيب. طب اقول لك بقى اللي محمود عمله وز بيلدينج ا فيري جود كيس. قضيه جامده جدا ومتماسكه جدا ليه ماد ماكس يستاهل انه حقيقي يتقارن مع ذا رول بلاد. طب احنا بس ما يكسبوش. شكرا. الله يعطيك الف عافيه. احنا هنتكلم ولا نطلع خلصان فشخ ده بلا بتاع. عايزين تكسبوا الجوكر كسبوه. ما خلاص ما دام هي ماشيه كده ما مش عارف يعني. انا هخش في ديليما الان ما هي طبيعيه. صح والله هادخل في ديليما ما هي طبيعيه. يعني لو عاوزين تهبطوا البتاع وتكسبوا الجوكر كسبوا خلاص. احنا بعدين عاملين حلقه ليه؟ مش فاهم انا. لا خلي ده هدي شويه. السيمي فاينل يا جماعه، جانجو انشين يقابل ذا وولف اوف وول ستريت، ذير ويل بي بلاد يقابل ذا جوكر. نلعب ده الاول. انا جانجو انشين مش هغير كلامي. جانجو انشين بعشق الاثنين. عارف المشكله؟ لو كان فاز انجليريس باسيت ما كنت ترددت وقلت انه هو اللي يفوز. الان انا متردد. اعشق ترنتينو جدا بس انا متردد اقول انه وولف وول ستريت ما يفوز على جانجو. جانجو حلو بس انجليريس كان احلى وكان له فرصه يفوز على 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 زفت وولف وول ستريت. محتاجكم تعملوا الورق بتاعي والله. لا والله مره صعب. والله ماد ماكس انا ما اديتلوش حقه. انا عم بفكر في ماد ماكس. شوف جانجو عشان اقول بكل امانه جانجو بص لقدام بقى يعني. كريستوفر فولس تمثيله حلو. ديكابري في دور الفيلن كان رائع. جيمي فوكس كمان تمثيله كان رائع. بس القصه ابسط بكثير من وولف وول ستريت. ابسط بكثير. عندك واحد جاء اتمسك كان سليف راح يدور على مرته الى ما وصل لها صلى الله سيدنا محمد. في الطريق حيصير لنا كم حاجه سايد هصل كده، حوارات حلوه وكله. ما هي بعمق انجليريس باسترز ابدا ولا بالتعقيدات اللي موجوده في انجليريس باسترز ابدا ولا بعدد الشخصيات اللي عندنا في انجليريس باسترز ابدا. قدام وولف وول ستريت لا معلش. وولف وول ستريت كعدد شخصيات كالقصه كل الكلام اللي انت تقوله مردود عليك الان مره ثانيه. فايتس وولف وول ستريت اللي انت سبته في الطبق هيجري وراك.
do you want yeah do you have a counterpoint ولا كلنا هنعوم مع نفس التيار؟ انت يو تيل مي مان، لان انا الاثنين بالنسبه لي نيك نيك. لا بص، انا زي ما قلت لكم ان لوريس باسترز لو كان لعب جانجو انشين كان لوريس باسترز يكسب، وبناء عليه ذا وولف اوف وول ستريت يكسب جانجو انشين، لان انا مشاكلي مع جانجو انشين تقريبا نفس الخناقه اللي انا وانت كنا بنتخانق فيها من شويه مع وان ات كومز تو كوينتن ترنتينو. ترنتينو في السيناريوهات بتاعت كتير من افلامه لما بيوصل للفصل الاخير وبيحاول يحسم الدنيا بيديسريجارد قضايا كتير حوالينا عشان يمشي الموضوع في النهايه اللي هو مختارها. ده اللي عمله في انجلوريوس باسترز. دي نقطه الضعف اللي عندي. انا عارف ان احنا مختلفين، ودي اللي عندي هنا في جانجو انشين في حدث بسيط جدا انا بعتبره من كليشيهات السينما اساسا. لما تتمكن من الجدع اللي انت بتدور منه وعاوز تخلص منه وعاوز تقتله وتقرر انك بدل ما تقتله وتخلص الفيلم تعلقه بالشقلوب وتعذب فيه فتديله فرصه للانقاذ وكلام زي ده، ده بياكل من عندي في الفيلم شويتين. What I really love about افلام ترنتينو اللي بحبه فعلا هي عدد المواقف الرئيسيه والفرعيه اللي فيها تنشن بيبلدت من خلال السكريبت والحوار لدرجه الغليان في النهايه. ده ما فيش منه كتير في جانجو انشين، في منه كتير جدا في انجلوريوس باستردز. ما هوش السمة المميزة بجانجو أنشين. جانجو أنشين المشهد الوحيد اللي فيه التصاعد الدرامي المرعب دوت هو المشهد المطول بتاع المواجهة مع ليوناردو دي كابريو. السليفري رانش المعرفش ايه الريسلينج والكلام ده كله، دي بالنسبه لي كلها مشاهد للنسيان، يعني قصها من الفيلم ومش عاوز اتفرج عليها تاني. حتى انا بتفرج على جانجو أنشين ممكن اجري منها عشان ما ارجعهاش. I like the way you die boy come on that's iconic. اول مره اخذ حقه كالكاوبوي بلاك كاوبوي وهو بياخد رحله الانتقام بتاعه وهو حريته ويضرب السليف هولدر او السليف هولدر كلاهي. مره حلو بس هو الان وقدام واحد تاني، يعني عشان اكون حقاني انا ترنتينو بوي، بس هو الان واقف قدام ذا وولف وول ستريت بالامكانيات حق جانجو ما يعدي. ليناردو قدام ليناردو تقول ايه؟ وجونا هيل قدام جونا هيل في جانجو برضه. لا مع انه انا بالنسبه لي ديكابريو كفيلن هنا وراني جانب انا ما شفته اي مكان ولا في اي مكان، حتى في وولف ستريت ما شفته، مع انه هنا ادى اداءات جسديه بالذات كثير، بس الدور اللي قدمه في كاندي كان جميل جدا. بس كفيلم كعوامل كل الفيلم وولف اوف وول ستريت يا مان. يعني انت عاوز تدي واحد ولا لا 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 تمام انا ما ابغى اتكلم. There will be blood لا لسه منفوخ منه دلوقتي وجوكر. Don't be a DC guy. ما عشان DC انا اللي DC انا بدخل موضوع ما له صلاح في بالضبط لو اي حاجه دلوقتي خلاص نو انا مش عارف انا بس والله انا ماني عارف والله ماني عارف اللي انت هتعمله انا هروح معاك بكل امانه. خواكين فينيكس الدور اللي قدمه في الجوكر من افضل الاداءات التمثيليه نقدر نقول اخر 10 سنين او من ايام There Will Be Blood بالنسبه لي، يعني من جد ما ابالغ. من There Will Be Blood الين خواكين دول اكثر دورين تمثيليا كانوا بارزين كدور بطل اساسي. اوكي دول اكثر دورين اساسي بارزين بالنسبه لي، فمتعادلين في 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 دي النقطه. شيل اداء دانييل داي لويس من هنا وشيل اداء خواكين فينيكس من هنا. هذا الفيلم لسه هيكون عندك فيلم هنا مش هيكون عندك هذا كل فيلم طاح لو ما في خواكين خلاص. بس ينيد خواكين فينيكس عشان يكون عندك فيلم كده كده عشان فيلمين مش شبه بعض. احنا لازم نحاول نلاقي كومن واتيفر. انا مش هصدق ان واحد من دول هيروح الفاينلز. بس انا هتكلم من ناحيه عاطفيه. مين هيفوز؟ انا هتكلم من ناحيه عاطفيه الجوكر لانه حضرته في السينما. يمكن انا ما حضرت دير البلاط في السينما، وكمان الاثر اللي سابه علي حتى المراجعه. انا فاكر رجعت صورت المراجعه واحده في الليل، انا ما اسهر وانت عارفني، رجعت كتبت وصورت ونزلت الحلقه الساعه 2 في الليل. من الحلقات القليله جدا اللي اغامر في وقت التنزيل الساعه 2 في الليل واني اكتب على طول اول ما ارجع، وفعلا قاعد اتكلم بانبهار بصري. فالتجربه كل انا بالنسبه للفيلم مو بس اتفرج، ما قبل المشاهده واثناء المشاهده وما بعد المشاهده، التجربه دي اللي خطة مع الشباب اللي معانا وبيتابعوا القنوات حقتنا وكذا، يعني لها مكانه كبيره عندي فيلم الجوكر. ف بس عشان دانييل هناك كمان دوره كويس، بس الجوكر اقدر سبولر فيلم There Will Be Blood فيلم اكمل، فيلم اشمل، فيلم اوسع، فيلم زوايا كتير تبص منها. انت ممكن تبص الفيلم من منظور عدد كبير من الاحداث وعدد كبير من الشخصيات. في زمن سوبر هيروز يطلع لي فيلنز بالطريقه دي، هذا درس في كل حقبه. لو ناخذ الحقبه الزمنيه في الوضع صح، هنا طلع في من 2000 ل 2010
حقبة جميلة في أفلام كثير يمكن تصدرها هذا الفيلم مع كم فيلم ثاني. ده صدر في عز أفلام السوبر هيروز مع وجود إند جيم، كان معاه في نفس السنة وكسر الدنيا كلها وورانا حاجة مختلفة. وانا بقول ان انا بطلعه من الاختيارات جماعه، انا مش هكسب. انا ثينك ماي فوت الفوت بتاعي يروح للجوكر كده كده. انا مش هكسب كوت فيليبس على كل توماس اندرسون. على فكره دي لوحدها تبقى سكسس ستوري، ان توت فيليبس ذا هانج اوفر جاي تمام يعمل فيلم يمشي زي. وانا مش هسمح بان ده يحصل. ليه كل توماس اندرسون جايب اهيفي فيلم، اهيفي لود فيلم. اي نو جوكر از ا جينيوس فيلم. انا متفاجئ ومنبهر من كمية الحاجات اللي جوكر نجح فيها against all odds. بس في النهاية when it stands أو يقف قدام فيلم آخر يتبص عليك فيلم ويتبص على ذاك فيلم. الانفلونس بتاع جوكر أكبر أكيد. I owe a lot to جوكر يا جماعة، يعني ده رجعنا تاني السينما ورجعنا تاني مراجعات ورجعنا تاني كلام ورجعنا تاني حوار والكلام ده كله. ديروي ببلاد قبل الموال ده كله. أستاذ ماهر ممكن سؤال؟ بعد 10 سنين من دلوقتي لما هايب السوبر هيرو كله يموت، تقييم فيلم الجوكر بالنسبة لك هيكون إيه؟ لو انه ما في هايب للسوبر هيروز ما زالت فيلم مو جوكر، وهذا اللي احنا قلناه. هذه قصه ارثر فليك، هذه قصه شخص تحول، هتبصله برضو على انه كاركتر ستاندي زي كاركتر ستاند. ما يهمني هو جوكر ولا مو جوكر، هذا شخص تحول من انسان مريض لانسان مريض مجرم. يعني هذه القصه وده يخليه بعيد عن السوبر هيروز. فيلم لوحده بس الكلمة يعني اللي انت قلتها دي ضايقتني شوية، اللي هو ده فيلم كامل. اه بالظبط، ده فيلم كامل عشان ده ممكن تشيل منه بعض البيلرز الأساسية اللي فيه ويفضل فيلم. ده تيست اوف تايم يا جماعة. التيست اوف تايم ديربي بلاد اللي انا فايكس فيه، بس لو باخد شعبية كمان لازم ناخدها كجزء من الفاكتور يعني. لا لو كان ده كان ماد ماكس يفوز. اوكي هو ماد ماكس خسر سؤال ده. لو كان ده كان ماد ماكس يفوز ماشي. هو مين من الذين اللي فاز على ديرو البلد؟ اه نو كنتري فور اولد مان. لا حلو 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 فيلم حلو، بس يعني لا. كان فكنا من ده كله، كان دخل معانا عارف نو كنتري فور، لا نو كنتري فور اولد مان لو دخل قصاد ديرو البلد كل نقطه مردود عليها، مفيش حد فيهم هيكسب حاجه. الكونكلوجن في ايه؟ الكلوجر ما بين الاثنين ولا ما بين دول ولا دول؟ There will be blood ونو كنتري فور اولد مان الفينالي العبثية. yes. مو انا منتصر العبثية؟ لا انا منتصر العبثية هناك، منتصرش هنا. طب يلا اي فوت There will be blood. محمود انا ما هختار الا ما تختاره انت. انا ماي فوت جوست جوكر كده كده. ايش؟ ماي فوت جوست جوكر. انا قلت ده. اوكي ماشي يلا اختار انت. ايش؟ انا جوكر يعني علي انا الحين اختار براحتك. يلا هتختار دلوقتي بلاد. اي نو انا عارف ما تمشيش ورا عكس انك ايه بقى المفاجاه واللقطه والكلام اللي زي ده. دوت يور كونفنشن. من والله اي لايك جوكر، اي لاف جوكر. انا مصيبتي بص، اصل انا في صراع دايما مع موضوع جوكر دوت، ان في مقارنات كتير وفي مواجهات كتير مش في صالحه بالنسبه لي، بتخليني دايما متصنف على اني بكرهه، عندي مشكله معاه، عندي مشكله مع الدي سي، عندي مشكله مع الكلام ده. ومع كل مره بتجيلي اوبورتيونيتي زي دي المفترض ان انا اخد الطريق العيالي ان انا اكسبه علشان انفي سمعه معينه عنه. انا ويل نيفر دو ذات. في النهايه احنا بنتكلم سنه انت حاقد شويه على توت فيلبس شويه. لا 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 انا حاقد شويه. هقول لك مشكلتي الوحيده مع توت فيلبس لما كنا بنتكلم على فوليادو الجزء الثاني بتاع جوكر وقعدنا نتكلم على مش عاجبنا ان هو ميوزيكال، مش عاجبنا ان هارلي كوين تبقى ليدي جاجا، مش عاجبنا معرفش مين، واحد قال لي بص بقول لك ايه، طالما توت فيلبس فانا بثق فيه. دي بقى وجعتني. بتثق بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ما كفايه افوره بقى. طب والله بالله قصه مين؟ قصة أنسوا أي شيء. قصة مين؟ ما مش الله خالص. قولي يلا لو أشغل لك القصة هتحب وانت لو عايز أتعب دماغي شوية زيادة ديرو ببلاد. طيب تمثيل أنا هروح مع قصة ديرو ببلاد. دي خناقة أوسخ. أيوه تمثيل دانيال دي لوس وصاد خواكين فينيكس. خواكين فينيكس بس هناك معاه داني بدأ بول دانو أو معهوش. لا بس يعني أنا ما في ولا ممثل تاني بقوة بول دانو في فيلم الجوكر. صح تمام، بس خواكين فينيكس وجوكر ترى هيد تو هيد. والله هيد تو هيد. الراجل شال الفيلم كام على كتاب والله يا جماعه. احنا بنحمل الوزن بتاع ده كله. موسيقى الجوكر رائعه جدا، وموسيقى ذير ويل بي بلاد بيبليكال على قول فيجوال اكسبيرينس.
ترى برضه الجوكر كان عنده its own thing its own thing خالص. مفيش فيلم نزل في الفترة دي كان عنده نفس اللوك بتاعت الجوكر، التيل والأورنج الشديد جدا اللي كان في الجوكر ده ما كانش موجود. عارف عارف ايش اللي بتصل؟ عندي نقطة الآن، والله ماني عارف ليه جات فجأة، والله والله ما كاتب بالي. هتخليني ممكن انتصر للجوكر بس بحاجة واحدة. موضوع هنا هو القوة والفرق بين الرأسمالية والاستغلال القوة المالية والقوة الدينية، وهنا كيف ان المجتمع يحول ويطلع لنا مجرم. السيريس اوف ايفنتس مش كلها بتميك سنس تو ستيج، بس هي دي قصه. ايوه بس هي دي قصه الجوكر عامه هي دي قصه الجوكر. لو وان باد داي كلنا ممكن نكون جوكر، بس علشان تبيلد اب انتو ذا بروفايل يبقى تو ستيج. والله ماني عارف تربيبي بلاد. انت يا جماعه احنا بنتفرج على دربي بلاد ما نعرفش ايه الحدث اللي هيحصل، ما نعرفش ان ابنه اساسا كان سوفت سبوت ممكن تغير الاحداث لهذه الدرجه. عشان بس نكون واضحين، انا لو فاز دربي بلاد لو ما اخذ البطوله حقتلكم الاثنين. جوكر لو فاز ما حيفرق معي مين اللي يفوز بينه وبين، عشان بس نكون واضحين. طبعا عندي فكره تمام علشان كله يكون مستريح، وانا ان انا مش مستريح بده بس نوعا ما برضه هستريح شويه. How about عشان نخلي اللعبة ماشية، There will be blood على طول ياخد المركز الثاني، ودول يتخانقوا مركز أول وثالث. ها لا هي interesting exactly اللي هو عشان نريح الطرفين. عشان باي دوي احنا حتى دحين لو عدينا ممكن نعمل ثاني وثالث. حاولك حاجة it's a huge struggle. جوكر و there will be blood. My vote is clearly واضح ل there will be blood. بس أنا مش قادر ينام. جوكر و the wolf of wall street هيرجعني لسكورزي. يعني يكون لسه فين قوة. There will be blood و the wolf of wall street سكورزي. سكورزي. يعني ما بين الثلاثة دول الأفضلية الوحيدة اللي واضحة بالنسبة لي على الترابيزة دلوقتي لده على ده. مهدي مصيبة. مش ومش بالضرورة ده على ده. هي وافق عليك أنت يا أستاذ ماه. اوكي. وافق عليك أنت. لان كده كده هيكون في اكشن اول لما نموف اون للنقطه الثانيه. There will be blood. اوكي جميل جدا تمام. بس انا ما انا 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 لانه الجوكر لو طلع يعني هيكون في ديسكشن. انا هنا ما عندي ديسكشن لانه هنا الارضيه متكافئه بالنسبه لي. بوث بيتكلموا ايوه بوث بيتكلموا على قصه صعود شيء. انت لسه قايل ان انت There will be blood هتكسبه كده كده. بقول لك عشان كده بس انا ارضيتهم واضحه وانا هروح مع ده. بس ارضيتهم متساويه. انا مشكلتي في الستراجل هنا الارضيه غير. تمام هنا الارضيه واحده. لما ناخذ ارضيه واحده على نفس الفئه تقريبا وطول تمثيليا وقصصيا وموسيقيا وزفتيا ناخذ ادير البلد. يعني ما انا ويل جو فور وولف اوف وول ستريت نفس الارجمنت اللي عملتها قبل كده. اقول لك لما 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 نروح من ناحيه ستوري تيلينج، من ناحيه حكايه قصه، اني قصه من دول بت انفولد بشكل ممتع اكتر؟ وولف وول ستريت اكيد. ومش هي دي الحاجه اللي احنا مستنيينها دلوقتي جدلا ممكن يكون الامتع ما بين الافلام دي كلها؟ احنا بنتكلم على نقطه المتعه من زاويه المتعه بس. هو المتعه مش لازم يكون معناها المتعه مش بس تكون مش بس كوميديا وخفه بالظبط. انا بتكلم على التنوع ان انت تكون انجيج، ان انت تكون مشدود في الشاشه. مان. انا اليوم بسال السؤال، لو جيت بدرس سينما حلو والله العظيم تخيل انت الان بتدرس سينما لاي كلاس وعندك الفيلمين دول يدرسوا حلو تمثيل هاخد درب بلاد لقطات تصويريه وسينماتوجرافي هاخد درب بلاد استخدام الموسيقى في اشياء مختلفه تصاعديه اللي صايره معانا هاخد درب بلاد كيف تقدم دور مساعد يكون بقدره انه يوازي شخصيه كبيره عندها ايجو كبير بدانيال دي لويس هياخدها درب بلاد جميل جدا تمام نهايه الفيلم ككل ونهايه التراجيديا دي كلها هياخدها درب بلاد جميل جدا انا بالنسبه لي ان كل حاجه انت قلتها على فكره برضه تتطبق على وولف وول ستريت تتطبق بالحذافير تمثيل ليوناردو دي كابريو قد ما انا فاكر هو ما عندوش سكور عنده ساوند تراك ولا عنده ما دام ما انت فاكر ما انت فاكر يبقى السكور ما فيش هو هي طبعا الصوره ما دام ما انت فاكر بس انا مش عاوز استهين بالتجربه البصريه بتاعه وولف وول ستريت مش لمجرد ان هو ما خدش لاندسكيبس يبقى ما قدمش تجربه بصريه بس السينماتوجرافي هناك التجربه البصريه بتاعته في الكريزي سيكونس لحظه الحريق فاكرها حق الديربي بلاد ما بنتكلم على فريمات تقتل طب لا استخدام الالوان اللون الاحمر اللي اللون النار والاحمر حق الدم وولف وول ستريت في الحفلات المجانة العجيبه اللي كانوا بيعملوها الدراك سيكونس على المركب لا بس على المركب
نرول ببلد يا جماعة. أنا ما أنا حنعيد نفس الكلام، خلاص نصوت والله نصوت خلاص، لأنه أكيد كل واحد من ناحية قصة، من ناحية قصة خلاص هو اختار دربل ببلد، أنت اخترت وول ستريت وأنا دربل ببلد، نشوف محمود. It's your channel, it's your call. يلا المرة دي قلبت فلبت، لا تبرر خلاص روح. لا مان 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 مان. هقول لك حاجة، أصلا أنت قلت الزاوية اللي تحسم الموضوع. لو أنا واحد عاوز أعلم ناس على قد علمي، أنا بتكلم على إن أنا واحد دارس أو عندي قدرة إن أنا أدرس خالص على الإطلاق، بس لو حد قال لي أنت دلوقتي مزنوق في إنك لازم تطلع تدي سيشن ساعة لأودينس قاعدين قدامك عن السينما، هلاقي إن ذا وولف أوف وول ستريت أسهل بكتير إن أنا أتكلم عنه وهختاره. بس إحنا مش بتوع ده، إحنا بتوع ريفيوز، احنا بتوع تشجيع للناس ان هم ينزلوا يروحوا السينما او ان هم ياخدوا وقتهم عشان يتفرجوا على فيلم. وانا ممكن اضمن ان عدد اكبر من البشر هيستمتع بوقته وهو بيتفرج على وولف ذا وولف وول ستريت، مش بس عشان السيكونسز الهايفه او الكوميديه او الكلام زي ده، بس عشان السينما اللي سهل تشوف الجماليات بتاعتها وتقدرها. وانا هذه المشكله، وعشان هي قصه محكيه بشكل حلو. وانا هذا اللي اواجهه. انا دربل بلود لما عملت عليها حلقه 10 من 10، بس عشان اول شيء يعجبني فيلم، ثاني شيء عشان 10 من 10، ثالثا انه من الافلام اللي كثير حيطلعوا عليه ثقيل بطيء يس وكل ده، بس التجربه اللي بتاخدها بصريا سمعيا حواريا تمثيليا قليل اللي بيواجهه، قليل. عيب يا جماعه، عيب والله عيب لما نتكلم سينما وذيرو بلاد ما يفوز على وول فول ستريت. لا سينما عادي والله جدا. عيب عادي جدا والله عيب عادي جدا. احنا مختلفين عليها يا ماهر. لو حد قال ذير ويل بي بلاد اند اند جيم اوكي، مين فيهم امتع للاودينس يتفرجوا عليه ويفرحوا بيه وينبسطوا؟ احنا ما جايين نتكلم متعه، نتكلم سينما واحنا قاعدين نسوي اوسكار. هذا اوسكار صح؟ جميل جدا. يا دود فولو مي بس ام ميكن بوينت. والله طيب مين فيهم اللي ينتصر من وجهه نظر الاودينس؟ انجي على حسب مين الاودينس؟ الجمع العام بتاع البشر. طيب انجي اوكي، بس في الاخر لو جيت ان انا ابرر فوز انجي من مفردات سينمائيه ههبل، هقول كلام عبيط، هكتشف ان انا بنتصر لسي جي اي على فريمين بجد وبنتصر لسوبر هيرو اندر اسوت على اداء تمثيلي بجد والكلام ده كله. ولكن بس أنا ما لو جيت اقول ذا وولف اوف وول ستريت ولا ذا رول بي بلاد مين فيهم امتع، هرجع واقول ذا وولف اوف وول ستريت، بس المره دي هتكلم سينما. حبيبي اول شيء احنا فيلم وصل للاخير واحنا كلنا اخترنا وصلنا الفيلم ده، فيلم ده قوي، فيلم ده من اجمل الافلام، الفيلم ده هو اللي ديكابري كان يستحق، لو ما كان قدامه دالاس باير وماثيو ماكوني كان اخذ عليه الاوسكار. السنه قويه كانت 2014 والسكورسيزي كمان كان اخذ افضل فيلم. ما لا نقلل، بس بتكلم كمفهوم عام. عندك فيلمين الان قدامك وانا فعلا فعلا بتكلم سينما مان، سينماتوجرافي حق ديرو بي بلاد تدرس. تمام تدرس جميل. ما في انا اتحدث السينماتوجرافي بتاعتك كتير اللي اتكلمنا عليها تدرس. انا لو عندي المشاهد الان لو اجيبها واشغل لكم هي كيف الدمج ما بين اللون الاحمر واللون الاسود في ذير ويل بي بلاد، بيرمز لك بين الكابيتاليزم والراسماليه في النفط وبين اللون الاحمر واللي هو ايش اللي سوى لنا ده الشيء في العالم كله، النفط اللي جاء. ممكن نقعد نشرح بالاف الشيء. مشهد الاول في ذير ويل بي بلاد تقريبا ربع ساعه او ثلث ساعه ما في كلمه انقالت. طب انت اللي خليك تقول ان وولف وول ستريت ما فيهوش ده، اكمنه مديلك مور كولر في اللايف ستايل، حياه عبثيه وعدميه وماجنه والكلام ده كله، يبقى ما كانش بيكون ليه دعوه بالقصه. الرمزيات في ديربي ده موجود في كل فيلم، موجود ده هنا اهو. فيلم ساوند اوف ميتال الاول اللي طلع يا عيني في الاول خالص، تمام، ساوند اوف ميتال موجود فيه رمزيات وحاجات في منتهى الجمال زي اللي موجوده في ديربي بلاد، تمام، بس مش كله يعتمد على ده بس. خلاص 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 خلاص. المهم لا لاند طلع ده اللي انا مهتم بيه، بس لا اللي انا عامله اقطعوها معايا يا جماعه خلاص. لا لا حد يكلمني اسبوع. لا عادي يا عم. ذا وولف اوف وول ستريت هو الفائز باجماع اراء جميع الجالسين على الترابيزه. ولو في اوسكار فخري عن 16 سنه اللي فاتوا لافضل فيلم لم يفز بالاوسكار ولكن ترشح لها، هو ذا وولف اوف وول ستريت. ولو كان في اوسكار شرفي لفيلم كان المفروض يكسب الاوسكار وما ترشحش لها، فهو نايت كرولر زي ما كلنا متفقين. اوكي الف شكر ليك يا مستر ماهر، الف شكر ليك يا مستر ابو اسماعيل، نورتونا جميعا. اي لاف ات. باي باي. اتس جود اتس جود اتس جود. انا اكون جود سبورت في الموضوع. اوكي نو هارد فيلينجز، نو هارد فيلينجز، نو هارد فيلينجز. من لحي مقتنع ما انتوا كده يمين مجروحين. لا عادي 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 عادي. ام جود ام جود. يلا يلا.